الفواصل بسم الله صافرة البداية تبدأ. هل يبقى الحزم مع الكبار لموسم آخر أم يكون الخليج في أول تصويبة للاعب البرازيلي برناردو دي سوزا؟ ولكن الكرة إلى خارج الملعب لكي يساند الفريق. هنا الكرة ملعوبة عند صيعري، الجهة اليمين يتقدم فيها، يلعب العرضية حلوة. أول تهديد من الصيعري، أول كرة للحزم ينقذها الزعبي خارج الملعب. ضربة زاوية، ضربة زاوية طبعا إزايلة. يدخل المباراة المدرب الرومالي لكي يحصل على أهم فوز في هذا الدوري، أهم فوز. صحيح أنه أضاع الفوز في المباراة الماضية في المباراة المهمة في آخر الجولات. وسام الخلف يرسل الكرة العرضية، راسية موجودة والتصويبة، ما زالت الخطورة للحزم، تصويبة من وراء أخرى ضاعت. ضاعت الكرة والمطالبة، المطالبة من لاعبي الحزم بلمسة اليد، المطالبة بلمسة اليد. وهاتيكان على السماعة، هاتيكان على السماعة لي. هل تكون فيها ضربة جزاء؟ هل هناك لمسة يد؟ هنا العرضية التي كانت والرأسية من كينيدي والتصويبة، مطالبة بضربة جزاء، مطالبة بلمسة يد على لاعبي الخليج. هنا اللقطة، هل كانت الكرة بيد أيضا هناك السيني بانكورا؟ ما هو قرار هاتيكان؟ ما هو قرار الروماني؟ الروماني يقول ضربة جزاء من أمام الأردني عبد الله الزعبي. جون باجوي، جون في التصويب، جون في التحضير، جون. حزم الصمود، حزم الصمود للصمود والبقاء سنة أخرى، سنة تالية، سنة ثانية للفريق الحزماوي. هذا هدف الحزم، هذا الهدف الذي يريدون الوصول إليه بهدف جون باجوي الكولومبي. يحرز أول الأهداف، أول أهداف اللقاء من جون باجوي، صوبها بكل ثقة جون باجوي على يمين عبدالله الزعبي. هدف أول في وقت مناسب، في توقيت مميز، في توقيت رائع لحزم الصمود. في اللقطة الماضية هنا الكرة ترسل، ولكن حارس المرمى عبدالله الزعبي، والتسلل موجود على كينيدي، التسلل موجود. طبعا الخليج، هنا اللقطة التي كانت من مورالها طويلة جدا، ربما تكون يكون التسلل في اللقطة، نعم في تمريرة الصيعري التي كانت في الجهة اليسار. يرسل عرضية، هذه خطيرة، كينيدي يحاول لعب الباكورد كينيدي، لكن الدفاعات، ما زالت الكرة قوية، ولكن حارس المرمى، إلى حارس المرمى جون باجوي
يريد أن يحرز هدف الثاني في مرمى الأردني، لكن الكرة مرت، هنا الكرة واللقطة والتصويب التي يحاول مواصلة المشوار. رازينا إلى داودة، بنغورا إلى ألسيني في الجهة اليمين، يتقدم العرضية، مرور ممتاز من ألسيني، العرضية خطيرة، لكن أسامة حسين الشيخ تصويبه وزراب في التغطية وإخراج الكرة إلى خارج الملعب. أول الكرات الخطيرة، هجمة منظمة رائعة جدا للخليج في الوصول بتمريرات رائعة جدا من لاعبي الخليج إلى منطقة الجزاء، لكن الكرة لم تكتمل، الكرة اصطدت بزراب. هنا المرور الممتاز، العرضية الرائعة جدا، الكرة التي كانت بين أقدام حسين. داودة تقدم، يحاول التصويب، هل يصوب داودة يلعب على حسين في منطقة الجزاء؟ تصويبه حلوة من حسين، حلوة من حسين، ولكن مرت سلام، مرت بسلام على مرمى داودة السعيد. ممتاز الكرة، رقطة رائعة جدا. هنا الكرة البينية من داودة من قرى إلى حسين الذي صوب، ممتاز اللقطة من حسين، لكن عدت والله قريبة، قريبة جدا من مرمى. إلى مرالها في الوسط، يلعبها ممتازة عند الميدا في الجهة اليمين إلى جون باجوي، هل يضيف هدف ثاني الحزم؟ جون باجوي يتقدم، جون باجوي يصوب لكن بعيدة، تصويبة قوية من جون باجوي، لكن مرت سلام على مرمى عبدالله الزعبي. لم يأتي معها جون بالهدف الثاني بثاني أهدافه، راوغ بشكل ممتاز، صوب تصويبة قوية، لكن الكرة مرت إلى خارج الملعب، ضربة مرمى. يستلم المبادرة الخليج مع بداية المباراة، ترسل ممتازة من الكرة، تصويبة من حسن، لكن عاد الكرة من جديد، ما زالت الخطورة للخليج، ما زالت الكرة الخطيرة للخليج في الجهة اليسار عند حسين، يلعب حسين لعبد العزيز، الناشي ممتازة طويلة، لكن الكرة بعيدة إلى خارج الملعب، ضربة مرمى، إلى ضربة مرمى. يبدأ الخليج بشكل ممتاز، يبحث الخليج عن هدف التعادل. هنا الكرة الرأسية التي كانت من زراب قبل أن تصل إلى لاسينا ديابي، الكرة عند برناردو، يرسلها برناردو، حلوة، حلوة من برناردو، كانت خطيرة جدا على مرمى داود، لكن داود يقف بثبات في مرمى أخطر كرات الخليج في الشوط الثاني، ذكية. بنغورا ممتازة، يلعبها في الجهة اليسار، يتقدم فيها إنويك، يرسلها عرضية، ولكن الكرة خطأ لصالح زراب، خطأ على لاسينا تيابي. الخطأ موجود في اللقطة الماضية، هنا اللقطة والخطأ على لاسينا تيابي الذي احتسب من حكم المباراة. لاسينا يعترض على الخطأ. الميدا رومولاها يلعبها إلى محمد الصيعري، ممتاز الكرة في الجهة اليمين، يتقدم فيها جون باجوي، يلعب عرضية، حلوة، حلوة العرضية من أسامة الخلاف، لكن اللاعب كينيدي يضيعها براسه إلى خارج الملعب. هنا العرضية الممتازة كانت كينيدي براسه، مرت 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 بسلام، كانت مرسومة على راسك يا كينيدي، لم يتعامل معها بشكل ممتاز، لا وجود للتغطية، تلعب الكرة في الجهة اليسار عند جون باجوي، جون باجوي عرضية من جون والتصويبة، كينيدي يضيعها مرة أخرى، يضيع الكرة مرة أخرى كينيدي، انطلاقة ممتازة كانت من جون باجوي، عرضية بالمقاس، بالمقاس يا كينيدي، ماذا أضعت يا كينيدي، ماذا أضعت يا كينيدي بهذه اللقطة. ضربة زاوية، ترسل الكرة العرضية، والكرة من محمد محسن قوية، لكن عدت، عدت إلى خارج الملعب، ضربة مرمى كانت. برناردو دا سيلفا إلى جانب، يلعبها إلى حسين، يفضل حسين، إرسال الكرة في الجهة اليسار، يتقدم فيها حسن الكيد، يمر بشكل ممتاز، يرسل عرضية، حلوة العرضية من حسن، ممتازة، لم تجد المساندة من برناردو دي سوزا، لم يصل إليها، وصل إليها داود بشكل ممتاز، يرتمي عليها داود آل سعيد، ويؤمن مرمى حتى الآن من وصول الخليج إلى هدف، من وصول الخليج إلى هدف التعادل. ترسل الكرة الطويلة، الخطأ موجود على قاسم لجامي، ضربة حرة غير مباشرة للحزم، هنا الكرة الممتازة، حسين الشيخ برؤية ممتازة للملعب، المرور كان ممتاز من حسن القيد، العرضية الرائعة. بداية الشوط الثاني كانت ممتازة من جون باجوي في الجهة اليسار، هنا الانطلاقة للاسينا ديابي، يحافظ على الكرة، يحاول التصويب، صوب لاسينا، لكن الكرة إلى خارج الملعب، تصويبة قوية مرت
على يمين حارس المرمى داود السعيد. هنا اللقطة حافظ على كرته، مر تقدم حاول التصويب لكن الكرة عدت إلى خارج الملعب، ضربة مرمى، إلى ضربة مرمى. والكرة خطيرة عند ماهر يتقدم، والكرة مقطوعة من زراب، والفريق الخليج يريد ضربة جزاء من أمام زراب في اللقطة الماضية. زراب يقول ما تدخلت عليه، يقول وضعي سليم زراب، لكن ننتظر الإعادة هناك على الفيديو الحكم الروماني. هنا اللقطة، هنا الإعادة التي كانت من زراب. زراب هل دخل على الكرة؟ هل كانت على الكرة؟ هل كانت على قدم ماهر؟ يبدو أن الكرة، يبدو أن قدم زراب على قدم ماهر وليست على الكرة. هل يكون، هل تكون هناك ضربة جزاء ويأتي التعادل للخليج؟ تيسكاريت زراب، يعود حكم المباراة الروماني وفيدو هاتيغان إلى الشاشة التي سوف يقرر من خلال رؤيته لهذه اللقطة هل هي ضربة جزاء ولا. باعتقادي أنا تدخل زراب. القرار الأخير لأوفيدو هاتيغان الروماني، لا وجود لشيء، لا وجود لشيء.